السلام عليكم الإخوان والأخوات، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد، في قضية جديدة، في فلوق جديد. دابا أول مرة غادي نحتفلوا بسميتو بالسنة الأمازيغية 1974. هذا الفيديو هذا تعذرونا وتسمحوا لنا لأن لأول تجربة غادي نديروها. علاش؟ أولا مكاينش اللباس الأمازيغي، ثانيا هذا الشيء بسيط، بغينا نوريكم غير شي تقاليد من هنا الفوق ان شاء الله الرحمن الرحيم. بعد ما سيدنا الله ينصرو دار واحد ديال الترسيم الامازيغيه اللي كنحتفلوا بها كل عام، غادي نعطيوكم تقاليد ديال امازيغن اي تصغروشن تيلميرات. فاش كنقول اي تصغروشن تيلميرات يعني اي تصغروشن راه كيديروا نفس التقاليد بغض النظر على باقي الامازيغ اللي كاين في تراب المملكه بحال سوس بحال الناس ديال الريف. حنا عندنا تقاليد خاصه بنا ومعنا لاله كنزه كما كتشوفوا، هذه ما المراه البدويه الناس استدعيناها تجي لعندنا المكناس عوض حنا ما نمشيو عندها التيرميرات. حنا دابا جينا عندها، مرحبا بها عندنا. مرحبا بك الجنه. ان شاء الله السنوات المقبله ان شاء الله غادي نحاولوا نبقى نحتفلوا بهذه المسائل هذه، بالطقوس الامازيغيه، باللباس الامازيغي التقليدي. انا اضطريت باش نهضر باللغه العربيه باش حيت الجمهور ديالنا المتفرجين ديالنا المتتبعين ديالنا اكثريه في الناس ديال العرب، وغادي نحاول غادي نديروا الترجمه باللغات الاجنبيه باش يشوفوا هذا الشيء ان شاء الله الرحمن الرحيم. ايثما دي ثما ارنتينيخ، مرحبا نون اسكواس ايفولكي اسكواس امباركي لون قدام الطريقه يمازيغن الطريقه لي تغرشن. هذا هو الاخت نعتقد لاله كنزه بسمة غنجيويه بسمة تكلم بسمة تحتفل الوالد خربات يرحم انت تاك قيما زي قمزوره تاع قاش ربات يما ربات الوالده اللي تعلمتو سي زيت بزاف لاله كنزه دوش الماز قبا تفاتي سنه تاع اللي خام ربات يما يعني دوش الماز قبا تشقيق انت تدخل نعث حتى تقال لها نقول سايب ما تنخ نترجم لكم هادشي الاخوان. مرحبا بكم مره اخرى، هذه الاخت لاله كنزه الاخت ديالي من الاب ديالي. تعلمت بزاف الامور من الوالده الله يرحمها، دابا كنعتبروها بمثابه الام ديالنا، غتورينا شنو كاين وغتشرح لنا هاد المقادير اللي قدامكم اللي كتشوفوا هنايا. على بركه الله ما تزابيوش، نعطيو الكلمه لاله كنزه. لاله كنزه السلام عليكم. وعليكم السلام. كي دايره؟ لاباس عليك. اخبارك؟ لاباس اخويا بلال. مرحبا بك. مرحبا بك الجنه اخويا. كبير هذا. الله يكبر بك. انت دابا جيتي عندنا، كنا كنصوروا دوك الفيديوهات انا وياك في التيرميرات، دابا غادي نجيو جيتي عندنا من مكناس بهذه المناسبه ديال راس السنه الامازيغيه ديالنا، غادي تورينا كيفاش كنديروا الحاكوز. يلا تفضل. الله يطلع علينا بعدا اولا بالصحه والسلامه على المغاربه خارج المغرب وداخل المغرب، المتتبعين ديالنا دخل عليهم بالصحه والسلامه باش كتمناو، كل واحد كيتمنى في خاطره الله يقضي ليه ما كيتمنى. امين يا ربي. القاعده هذه وراوها لنا جدودنا وتبعناها حتى حنايا مزيان تبارك الله وتبعناها. دابا غادي نبداو ان شاء الله على بركه الله. يلا تفضل. دابا السلام عليكم. اولا حنا هاد القاعده ديناها ورثنا من جدودنا الله يرحمهم ويوسع عليهم. كنديروا الماء كيطبخ حتى كيطبخ مزيان، كنغسلوا البلبوله ديال الشعير، الا كانت ديال الشعير كنطيبوها، كانت ديال القمح كنطيبوها، كنديروا الماء حتى كيغلي، كنديروا غير الملحه. العطريه ما كنديروهاش حيت كنقولوا الوالا جدودنا الا درنا العطريه حاره يعني خصنا نديروا غير الحاجه حلوه باش يجي العام ان شاء الله حلو. كتغلي كيغلي الماء كنرميو البلبوله ديالنا ولا السميده ديال الشعير، كنديروا فيها طوبه السكر ورقه سيدنا موسى، تنديروا شويه الزيت باش ما تطيب على خاطر باش ما تفيضناش. زيت البلديه. زيت البلديه. تنديروا حبات الفول حبات الحمص، هذه هي قاعدتنا. تنديروا العظم ديال التمر يعني جوج ولا ثلاثه ولا واحد، المهم قاعده. تنديروا العظام ديال الزيتون حبه ولا جوج ولا ثلاثه، ورقه الزيتون. ملي كطيب خلاص العطريه ما كايناش، ملي كطيب كنديروا الزيت البلديه حتى كطيب كنخليوها ناشفه شويه، كنحطوها في الطبسيل كنخواو عليها الزيت البلديه، ولا اللي ما بغاش يدير الزيت البلديه كيدير السمن حتى كطيب، عاد كنخوا فوق منها الزيت
ولا كنحوس السمن، يعني لقى حبه ديال التمر، العظم ديال التمر، ولا حبه ديال الفول، ولا ديال الحمص، ولا ورقه الزيتون، ولا العظم ديال الزيتون، كنقولوا له هو زهري يعني مرزاق. وهاد العظام هادو كيبقاو كنجمعوهم اللي لقاو الدراري ديالنا، ولا المهم العائله اللي لقى شي حبه كنجمعو ديك الحبه. ونسيت عفوا فين هي هذيك، درتو شنو هذيك الرصاصه؟ الرصاصه كانت هنا واقيله. ها هي هذه فين؟ وتنديرو تنديرو هذه، غير هذيك اللي كنديرو كتكون مكوره بحال البيه، كتكون مكوره كنديروها حتى هي كنرميوها في وسط الشيشه كطيب معاها. واللي لقى حبه من العظم الزيتون، ولا من ورقه الزيتون، ولا من حبات الفول، ولا الحمص، ولا هو الزهري. كنجمعوا هاد العظام، خاصك طيح فيا كون زهري. كنجمعوا هاد العظام اش كنديروا لهم؟ كنجمعوهم كنديروهم في شي زيف نقي. اللي عنده الكسيبه كيكون تاي مخبل اللبن ولا شي حاجه، كيعلقها عندك الشكوى ديال اللبن، كتحافظ ليه على اللبن. وهذا الشيء اللي كاين، وتبارك الله عليكم. غير واحد الاضافه، واحد شويه على ما نطيبوا عاد ونرجعوا معكم. غير واحد الاضافه اخرى، كما أيه. قالت لاله كنزه، هذه احتفالات، هذه احتفالات كنحتفلوا بها، كتسمى راس العام حابوزه، يعني ايد يناير. ايد هو اللي يناير، يعني ان انطلاق الموسم الفلاحي عند الامازيغيين. يعني الامازيغ شحال هذه كانوا تيحتفلوا، هذه كتكون كانطلاقه كبدايه لهذا اليوم موسم الفلاحي. ولمن هذه المناسبه كنطلبهم الله سبحانه وتعالى يعطينا الشتاء ويرحمنا من عنده، باش كتكون الصابه زوينه ويكون هادشي زوين تبارك الله، وتعم الفرحه كاع على المغاربه كاملين. انا الحمد لله حنا مغاربه كاملين خوت، مكاينش الفرق ما بين هذا امازيغي ولا هذا عربي، حنا كلنا تحت رايه واحده اللي هي رايه المملكه المغربيه الشريفه. حنا دابا كنقدموا لكم ها هما الالوان ديال الامازيغيين، يعني السماء كيعني بها السماء، الجبال، الصحراء، الطبيعة، هذا الرمز تيفينا أمازيغ. أو عندنا داكشي كلشي تقليدي كما كتشوفوا، زيت بلدية خلاص ديال هاد العام الجديدة. ونتمنى الرحمن الرحيم يعجبكم هاد الفيديو، متمشوش بعيد حتى نوريكم الطريقة ديال فاش كتكون كيفاش كتوجد تتخلط هاد التخليطة هاديك الساعة. غادي نوريكم ان شاء الله، وانا نوريكم الشكل النهائي. وحتى اخرى حاجه اخرى غادي نديروا، نوريكم واحد الكسكس ديال الدار حتى هو غيتدار، وغادي نحتفلوا بهذا الشيء ان شاء الله الرحمن الرحيم مع العائله مع الحباب. ومرحبا بكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذا الكسكس ديال الدار هو هذه الطريقة ديال الملحة، وهذا الطبقة ديال الفوق العطرية ما كنديروهاش، شوية الصفار، هذا الشيء اللي كاين اللي كنطيب. تنديرو الزيت البلدية أو السم اللي عندو، اللي مبغاش يدير الزيت كيدير السم. على حسب الساعة، الساعة تتحرك
شويه هذا الشيء.